شيء مختار. الجمعية يا نائب رئيس الجمعية. هذه الأمور اللي هدر معها اللي هدروها هذه هذا عايشينها كامل عايشينها المجاهدين ككل. ككل. كل المجاهدين. احنا كمجاهدين ما عندناش فرق. ما عندناش فرق. مجاهد مجاهد. كنا كاع في ميدان واحد. واحد استشهد. واحد مصيبة. واحد بقى عايش. يعني يقولوا يعني ما سليم خلص سليم المعركة وإنما اليوم رانا في سن وحدة ونعانيو من أمراض مزمنة زيادة تقدم السن احنا اليوم صغير فينا راه يتعدى 80 مصابين بأمراض مزمنة على كل حال على كل حال احنا كمجاهدين ما فيناش فرق ما فيناش فرق كاين بزاف اللي راهم يفرقوا يقول لك هذوك المجاهدين المجاهدين ما بقاوش وكاين غير المجاهدين اللي راهم في الميدان وكذا كذا احنا مجاهدين كنا كل كيف 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 الباقي هذه ما شانتش كنا كيف كيف يا مضروبين مع صحابنا كيف كيف لا مجاهد ما تقول ناصح واليوم رانا في سن وحده رانا في سن وحده سن شيوخ سن نفسيا أمراض نفسية أمراض جسدية ونفسية هذا الشيء اللي شفناه ولا شفناه على المستوى العلاجي شفناه حرابات اللي وقعت في النظام وهذه أثرت علينا نفسيا وحتى أثرت علينا نفسيا حتى يعني كاش عناية كاش عناية خاصة عناية يعني صحيحة بالنسبة للمجاهدين ككل ككل مجاهدين يا معطوب ولا صحيح أنا قاعد نضرب بما صحيح قالوا الواحد